فوزه عظيم لتعجيل ظهور إمامنا المهدي وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وتنفيس همومنا وكشف كروبنا ولأمن بلادنا وبلاد المؤمنين والمسلمين في كل مكان. نقرأ حديث الكساء ونتوسل بالله بمحمد وآل محمد أن يكشف عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين كل سوء وبلاء ووباء بصاحب كربلاء سيد الشهداء وأخيه حامل اللواء وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. كل منا يحضر حاجته وكلنا أرباب حوائج. إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، وأهم حاجة عندنا تعجيل ظهور إمامنا المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تمسكت في حب النبي محمد وفي آله الغر الكرام الأطائب، وما خاب في حب الميامين زاده، ينال من الرحمن أسنى المواهب. نظمت عقود الدر في سلك فضلهم، فهاك استمع ما قد حوت من مناقبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. روت لنا فاطمة خير النساء حديث أهل الفضل أصحاب الكساء، تقول أن سيد الأنام قد جاءني يوما من الأيام، فقال لي إني أرى في بدني ضعفا أراه اليوم قد أنحلني، قومي علي بالكسى اليماني وفيه غطيني بلا تواني. فقمت نحوه وقد لبيته مسرعة وبالكساء غطيته، فصرت أرنو وجهه كالبدر في أربع بعد ليال عشر. فما مضى إلا اليسير من زمن حتى أتى أبو محمد الحسن، فقال يا أمه إني أجد رائحة طيبة أعتقد بأنها رائحة النبي أخي الوصي المرتضى علي. قلت نعم ها هو ذا تحت الكساء مدثرا به تغطى واكتسى، فجاء نحوه ابنه مسلما مستأذنا قال له ادخل كرما. فما مضى إلا القليل إلا جاء الحسين السبط مستقلا، فقال يا أما أشم عندك رائحة كأنها المسك الزكي، وحق من أولاك منه الشرفا أظنها ريح النبي المصطفى. اللهم صل. قلت نعم تحت الكساء هذا بجنبه أخوك فيه لاذا، فأقبل السبط له مستأذنا مسلما قال له ادخل معنا. فما مضى من ساعة إلا وقد جاء أبوهما الغضنفر الأسد أبو الأئمة الهداة النجبا المرتضى رابع أصحاب العباء. صلى الله عليه وسلم.
محمد وآله. فقال: يا سيدة النساء، ومن بها زوجت في السماء، إني أشم في حماك رائحة كأنها الورد الندي فائحة، يحكي شذاها عرف سيد البشر، وخير من طاف ولبى واعتمر. قلت: نعم، تحت الكساء التحفا وضم شبلك وفيه اكتنفا. فأقبل يستأذن منه سائلا منه الدخول، قال له: ادخل عاجلا. قالت: فجئت نحوهم مسلمة. سيدتي فاطمة، روحي فداك مولاتي يا بضعة رسول الله. قالت: فجئت نحوهم مسلمة، قال: ادخلي محبوبة مكرمة. فعندما بهم أضاء الموضع وكلهم تحت الكساء اجتمعوا. محمد وآله. نادى إله الحق جل وعلا يسمع أملاك السماوات العلا: أقسم بالعزة والجلال وبارتفاعي فوق كل عالي، ما من سما رفعتها مبنية وليس أرض بالثرى مدحية، ولا خلقت قمرا منيرا، كلا ولا شمسا أضاءت نورا، إلا لأجل من هم تحت الكساء، من لم يكن أمرهم ملتبسا. قال الأمين: قلت: يا ربي، ومن تحت الكساء تجمعهم لنا أب؟ فقال لي: هم معدن الرسالة ومهبط التنزيل والجلالة. فقال: هم فاطمة وبعلها والمصطفى والحسنان نسلها. اللهم صل على محمد. فقال: يا رباه، هل تأذن لي أن أهبط الأرض لذاك المنزل؟ قال: نعم. فجئتهم مسلما مستأذنا أتلو عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. مستأذنا أتلو عليهم: إنما، يقول، إن الله خصكم بها معجزة لمن غدا منتبها، أقرأكم رب العلا سلامة وخصكم بغاية الكرامة، وهو يقول معلنا ومفهما: أملاكه الغر بما تقدما. قال علي: قلت: يا حبيبي، ما لاجتماعنا من النصيب؟ قال: النبي والذي اصطفاني وخصني بالوحي واجتباني، ما إن جرى ذكر لهذا الخبر في محفل الأشياع خير معشري، إلا وأنزل الإله الرحمة. يا الله، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين، إلا وأنزل الإله الرحمة وفيهم حفت جنود جمة، كلا وليس فيهم مغموم، إلا وعنهم كشفت غموم، كلا ولا طالب حاجة يرى، اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على كلا ولا طالب حاجة يرى، قضاؤها عليه قد تعسر،
قال علي: نحن والأطياب أشياعنا الذين قدما طابوا، فزنا بما نلنا ورب الكعبة فليشكرن كل فرد ربه. اللهم صل على محمد. يا سامعا هذا الحديث وما به، يا سامعا هذا الحديث وما به من فضل أحمد والأطائب حزبه، أمبي كما قد جرعوه بحبه، أما النبي فقد قضى وبلبه. هو الذي قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذي، أما النبي فقد قضى وبلبه، من قومه قبسات وجد مكمني، كم جرعوه من النوائب علقما، وقضى ومنهم قلبه متألما، يا قد أغضبوه مذ أغاضوا فاطمة، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياط للمحسنين، بقيت تنوح أسى سيدتي فاطمة، بقيت تنوح أسى لعظم مصابه، تتجرع الأرزاء من أصحابه، قد خالفوا طه وما أوصى به، والمرتضى أردوه في محرابه، بيمين أشقى العالمين، لم يحفظوا في الطاهرين وصية، لم يحفظوا في الطاهرين وصية أوصاهم فيها محمد جهرة، غصبوا له صنوا ورضوا بضعة، وبشربة السم النقي عداوة، من كف جعدة قد قضى الحسن، يا السني لله رزق قد بكت عين السماء فيه، وأجرت من أماقيها دماء، يوم الحسين حشى الهدى قد كلم، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم الحسين حشى الهدى قد كلم، وإليك أني لا تقل حدث بما بما ألاقى الحسين فرزه، يا قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها أقص عليك،
إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجه. إذ قال يا جداه عندك ضياه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إلهي لولا رحمتك لكنا من الهالكين، نطمع برحمتك وأنت أرحم الراحمين، ارحمنا بحق محمد وآله الطاهرين. الحديث الوارد عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق حيث قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، أهل الجنة الجنة يعني يدخلونها بأعمالهم بما قدموه في هذه الدنيا، فأين عتقاء الله من النار؟ في حديث آخر أن الباري جل وعلا يقول: إن عبدي إذا أذنب ذنبا حتى مضت الأيام فيتذكر ذلك الذنب ويختزي من نفسه، كيف يعمل هذا العمل؟ شلون أمام عظمة الله هو بهالحال؟ وإن الله ينظر إليه أينما تكونوا فثم وجه الله، ثم يعني هناك وجه الله، فإنه يختزي من ذنبه. فيقول الباري جل وعلا: فإني أنسي الحفظة. الحفظة منهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وبعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، يعني مو إذا جاء أمر الله هم يردون أمر الله، لا أبدا. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، لكن يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. فهنا بالحديث يقول: فإني أنسي الحفظة ما فعله ذلك، وأبدله عوض السيئة الحسنة، وأنا أرحم الراحمين. كرم رب العالمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز. شوف هالآية: قل يا عبادي، الكلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قل يا محمد لعبادي الذين أسرفوا، قل يا محمد، الكل كلمة قل، الخطاب مع النبي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، هاي هنا قل يا عبادي، يعني قل لعبادي الذين أسرفوا، قل يا محمد لعبادي الذين أسرفوا
على أنفسهم لا تقنطوا. عدنا قنوط وعدنا قنوت بالطاء وبالتاء. القنوط هو الأياس من رحمة الله والعياذ بالله، وهذه من وساوس الشيطان، يوسوس له الشيطان ويوقعه في الذنب. تشوف هالآية المباركة الأخرى من سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني ما ظل مصر على عمله، لأنه في حديث آخر للنبي محمد صلوا عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد، يقول: من علامات الشقاء، عندنا شقي وعندنا تقي، فرق بين الشقي وبين التقي. الشقي نعوذ بالله تتجنبه، لكن التقي تدن من عنده، تستلهم من علومه، من أنواره، من روحانياته، من استقامته، من عدالته، من نظافته، من إيمانه، من أمانته. هذا التقي. من علامات الشقاء جمود العين، هذا الشقي، هذا ترتيبه هالشكل. جمود العين شنو يعني؟ يعني العين ما تدمع والعياذ بالله. من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب والإصرار على الذنب. شوف هالآية يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذلك ما صروا على فعلهم، لكن الشقي شنو يقول؟ لا، يظل يصر على المعصية مالته، ولم يصروا على ما فعلوا. ومن علامات الشقاء الإصرار على الذنب وشدة الحرص في طلب الرزق. طلب الرزق مو حرام، لكن بعض الأحيان يتحول من حلال إلى حرام. شلون يصير من حلال إلى حرام؟ بالحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي أقوام في يوم القيامة وقد حملوا وعندهم صلاة مقبولة وصيام مقبول وأعمال مقبولة، يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهم كانوا بدار الدنيا إذا لاح لهم شيء من الدنيا. تدري بعد هاي الدبك والعياذ بالله يلتم علي الذبان، إذا لاح لهم شيء من الدنيا بعد ما يدري، يغمض، ما يدري حلال حرام، شبهات، يخمطه، يشيت عليه، ها إيه بعد هذا رزقي، هذا إلي صار ثورين. إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، يلزمه خلاص بعد ما يسأل عن الأوليات، المصدر شنو شلون وإلى متى وبعدين شنو يصير، لا أبدا، وثبوا عليه. فتشوف هنا الإصرار على الذنب، يقولك هذا رزقي، هاي 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 فرصتي. هاي المصطلحات مال ذول بعض العربنجية، يقول له هاي فرصتي، جدتي فرصتك لا تعوفها، هاي فرصة، فرصة ذهبية. ذهبيتي ايش هاي؟ ذهبيتي ايش؟ يومين يتمتع بيها وبعدين يعض لسانه ويروح الورثة بعدين وراه يتعاركون، ها؟ ذهبيتي ايش هاي؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف هاي الرحمة الإلهية، يقول لما نزلت هاي الآية وقف إبليس الشيطان عليه اللعنة، صرخ على، وقف على جبل ثور وصرخ بعفاريته كلهم صوت واحد، التموا شلون رئيس عرفها الوحدة بصافرة وعده يصافرينهم كلهم، يلمهم رئيس عرفها الوحدة بالعسكرية، يلمهم يوقفون عرضات استعراض، فلان فلان الصف الأول صف الثاني كلهم واقفين، أسماء كلها تعداد، جمعهم أبو مرة. لما لمهم بعد ذلك قال لهم: نزلت هذه الآية فمن لها؟ هاي مو أفق من الرحمة، آفاق من الرحمة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وين هم كانوا طامسين بنص المعصية، بعدين وعى على روحه قال: الإلهي أستغفرك وأتوب إليك. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. فقام عفريت من العفاريت
قاعدين بعد ذلك كلهم بأمر إبليس. قام قال: ما الذي تصنع أنت؟ اللهم صل على محمد وآله. قال له: سيدي بكذا وكذا وكذا. قال: اجلس اجلس، لست لها، هاي مو شغلك. مو هو يريد شنو؟ إبليس عليه اللعنة يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يعني خلي نريد نشوف مثلا، نريد نمثلها بعد أكثر. وهذاك إذا يوصف هذا العفريت من العفاريت، إذا يوصف فد وصف اللي ما يقدر يوصل، إذا يشوفها آفاق رحمة الله مفتوحة، هذا إبليس الشيطان يسدها بوجه الإنسان، ما يريد تشمله رحمة الله. قال: أجلس لست لها. قام الثاني قال: بأي شيء؟ قال: أجلس أجلس، لست لها. فقام الوسواس الخناس الذي يوسوس، وين يوسوس؟ عند بعض العباد يوسوس ويوسوس، يوسوس ويوسوس، يقعد يشوفه خوش مكان، هذا خوش مكان، يقول له هذا بعد راح، نعوذ بالله. يقول: من بلغ من العمر 40 سنة ولم يغلب خيره على شره، جاء إبليس ومسح على جبهته وهو يقول: بأبي وجه لا يفلح. فهذا شيء يصير، يوسوس ويوسوس، يوسوس ويوسوس بقلبه وبروحه، إلى أن والموت يأتي أهله بغتة والقبر صندوق العمل. خلاص انتهى. فقام الوسواس الخناس قال: بأي شيء؟ شو سويته؟ قال: أول شيء أزين له المعصية. أزين اللي هي أقول لها بهاي ما شاء الله تجارة، وهاي باخرة، وهذا رصيف، وهاي تجارة مال، بعد انت بعد انت بيدك الكل بالكل، انت مدير عام وشخطة قلم، يلا يلا ها. أزين له المعصية وأنسيه ذكر الله وأوقعه في الذنب. إذا نسى ذكر الله، ألا بذكر الله؟ زين، إذا ما اطمئنان ايش راح يصير؟ راح يصير الزعزع والضعضع، وهاي من هنا جت الصفقة التجارية، شو راح يعوفها؟ يوقعه في الذنب، وبعد ذلك يظل مشكول الذمة لكل إنسان يمشي على وجه الأرض، مطلوب أموال عامة، لا إله إلا الله. وأنسيه ذكر الله وأوقعه في الذنب. قال: نعم أنت لها، أنت لها. لكن تشوف هالآية اللي بعض الروايات أنها شملت وحشي قاتل الحمزة، اللي قتل الحمزة عم النبي، لأنه لما قتل قرأوا عليه هذه الآية، وبعدين تاب وإجا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي قبل توبته، قبل توبته، لكن قال له: غيب وجهك عني، أنت كنت كافر وكنت عابد للصنم، وكان الآن صرت رجل موحد ومسلم، لكن غيب وجهك عني. قرأوا يعني هالآية اللي قرأها واللي سمعها وحشي، شوف شنو صار بحاله، انتقل من الكفر إلى الإيمان إلى الإسلام. فبعد ذلك الله جل شأنه يقبل توبة من تاب إليه، وإنابة من أناب إليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جملة ما يذكرهم لنا التاريخ ممن تابوا من ذنوبهم. وهؤلاء عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يريد الهداية والتوبة والمغفرة. اللهم اجعلنا من التائبين يا رب العالمين، بمحمد وآله الطاهرين. جار أبو بصير، جيران الحائط عند الحائط، لكن هذا الرجل كان بعالم ثاني. وأبو بصير وين؟ من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ممن يسمعون حديثه ويحفظون حديثه، ويروى عن أبي بصير أحاديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه،
يعني الرجل دائما مجالس للإمام الصادق سلام الله عليه، لكن جيران هذا مخربط، شي يسوي شي يسوي. إلى ليلة من الليالي قال له: يا جاري العزيز، إلى متى تبقى على حالك هذا؟ الموعظة بهالأسلوب تجي، أما بغلظة وبخشونة العنف يولد العنف، ما بها فايدة. لكن الله جل شأنه يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السبعة شي يسوي مدارات الناس لازم بهالأسلوب هذا. فقال له: يا جاري العزيز، إلى متى تبقى على حالك هذا؟ بطل توب، عيب، بعد تصرت كبير، ايش كبرك؟ شيبك لثار من خمر وأمثالها وزنا نستجير بالبطل، كافي. فقال: بين أمري إلى صاحبك، يقصد بها الإمام الصادق. صار وقت الحج، راح أبو بصير حج وكمل، إجا الإمام الصادق سلم عليه، بين أمر جيرانه إلى، قال له: سيدي، هذا غاطس بنص المعاصي، أكو إلى فد باب توبة، يريد يتوب، أكو فد باب توبة؟ فقال الإمام الصادق لأبي بصير: يا أبا بصير، قل لجارك إن تاب من ذنبه فأنا أضمن له عند الله الجنة، بس خلي الدنة شوية يتوب شوية. هالكلمة: إذا تاب من ذنبه أنا أضمن له عند الله الجنة، غير هذا ما قال. إلى أن كمل، ودع الإمام، جاء الأهل البلدة، جاءوا الناس الحمد لله على السلامة، كان بالحج وعلى حسب الأصول، والحمد لله الله يسر لك إياها، وحج مقبول وسعي مشكور، حج سهل مو مثل هسه، عيونك تبيض الله تشوف الفيزا. أتذكر فد مرة الله يذكره بالخير أبو حسنين، كنا رايحين عودي أن نطلع فيزا مع الحج، تاتا ما حد طانع، قال: ويا ليت البعير يعود يوما فأخبره بما فعل السفير. صوري ماكو تروح ترجع، ماكو تمسح يدك بالحياه، كل شيء تروح ترجع حاصل. فهذا لما اجى من الحج قاعد، كلهم اجوا، من جمله اللي اجوا منه اجى هذا جيرانه، الحمد لله على السلامه، حج مقبول، سعي مشكور، كذا هالأمور. أراد الخروج مع من كان جالس في بيت أبي بصير، قال له: أجلس، خلي الناس تطلع، خليك أنت عندي شغل وياك، أقعد. طلعوا الناس، ليش؟ قال له: أقعد، ما قال له قدام الناس، لأنه يقول بالحديث: من وعظ أخاه المؤمن سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه، ينتقص من عنده. أهل بيت الرحمة يحبون الستر، الله جل شأنه يحب الستر. من وعظه أمام العالم فقد شانه، بينه وبين أخوه المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن ودليله وعينه، لا يخونه ولا يخذله. طلعوا الناس، بقى هو، قال له: أنت حملتني أمانة، وهاي الأمانة أنا وصلتها للإمام الصادق، والإمام يقول لك: إن أنت تبت من ذنبك فإنه يضمن لك عند الله الجنة، وانت بكيفك بعد. يقول فرح، قام من داره ومن مجلس أبي بصير إلى داره، طلع. يقول بعد وقت مدة من الزمن، وإذا هذا الرجل ينادي: يا أبا بصير، يا أبا بصير، ما عندك؟ لبيك. فقال له: يا أبا بصير، إني اغتسلت وطهرت بدني وقلبي وروحي من الذنوب، وأنا الآن مستتر خلف الباب بغير ثياب، فهل لك أن تعطيني ثوب من ثيابك اللي تصلي بها صلاة الليل، واللي تقرأ بها القرآن، واللي تدعو الله؟ اعطيني في الثوب من ثيابك، لأنه أنا نزعت هدوم المعصية قلبا وقالبا، وأريد أتوب إلى الله. يقول جاب له ثوب ولبسه، والحمد لله على الهداية، صار من المصلين العابدين القارئين للقرآن المستقيمين. مدة من الزمن استمر على الطاعة المباركة، وإذا به اعتله، صار عليل، ثقل حاله، صار يمرضه أبو بصير، يجلس عنده، يجيب له الدواء، يجيب له الغذاء،
لا بعد ثقل حاله يوم على يوم حتى نزل به الموت وهو ينازع سكرات الموت. اللهم ارحمنا في تلك اللحظات يا الله. اي والله اللهم ترضي سادتنا وقادتنا وأئمتنا محمد وآل محمد عنا في الدنيا والآخرة. يقول هو ينازع سكرات الموت وبعد قليل يقول فتح عينيه في وجه أبي بصير. أبو بصير قاعد يمه هو دا يعالج روحه عند حالات نزع. فتح عينيه في وجه أبي بصير قال يا أبا بصير والله لقد وفى معي جعفر بن محمد الصادق وغمض عينه. هذا وعد الله تعالى وعدنا وين؟ في سورة الواقعة إخواني أعزائي، في سورة الواقعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم، من هي؟ الروح تبلغ الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شاف العطاء الدائم الأبدي السرمدي اللي ما بي منية ولا بي تكليف غير بس مجرد لا يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال والله لقد وفى معي جعفر بن محمد الصادق وغمض عينيه وفاضت روحه. اللهم اجعلنا من بشره النبي وأهل بيته الأطهار بالجنة. اللهم وفقنا لمراضيك وابعدنا عن سخطك ومعاصيك. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه والمصر عليه يعد في عداد الأشقياء كال شقيين المعاندين الذين وقفا على باب دار فاطمة ولم يرجعوا عن ذنبهم ولم يتندموا ولم يقولا هذه بضعة رسول الله وهذه حرمة الدار. أبدا 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 أصروا على ذنوبهم على ذنبيهما. اللهم احشرهما في أسفل درك من الجحيم. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. وإذا بهذه السيدة الجليلة فاطمة الزهراء في حياة أبيها وسمعت حديث الكساء شلون مدللة أبوها سلام الله عليك مولاتي، وإذا من بعد النبي شنو اللي صار بيها؟ تأتي إلى قبر والدها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتأخذ ولديها الحسن والحسين وتجلس على قبر أبيها النبي وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان. غواليا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. أهوت على قبر النبي محمد. أنا أقرأ التخميس والأصل كله إحنا بصوت واحد إن شاء الله. أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقدي وتقول والهة بقلب مكمدي. شو تقول؟ ماذا على من شمته. اي والله صير صاحب عزاء عيد وارفع صوتك. ماذا على من شمته الا يشاء ما مدى الزمان. غوالي أبدت لي الأيام بغيا ضغنها أبا يا رسول الله. أبدت لي الأيام بغيا